الحمد لله المعنويات ديال اللاعبين مرتفعه، كلشي مستعد لهذه المقابله. مقابله ما غتكون سهله وماشي صعيبه. الحمد لله فزنا بالمقابله الاولى، غادي نحاول ان شاء الله نفوزوا بالمقابله الثانيه. الهدف ديالنا هو ندوزوا ان شاء الله للنصف النهائي. وحنا كنشكروا الجماهير ديالنا ديما اللي كتجي كتساندنا لا داخل الميدان لا خارج الميدان. حنا غندخلوا غدا ان شاء الله، الهدف ديالنا الاول هو انه نتاهلوا للنصف النهائي ان شاء الله. احنا غادي ندخلوا هاد المقابله هادي ما منتصرينش بجزائر، وغندخلوا مع مقابله بحال غنلعبوا مقابله وحده. حنا وقع عندنا واحد الامتياز خصنا ننساوه، الا بغينا نتاهلوا خصنا ناخذوا الامور كلها بجديه. الهدف ديالنا هاد الموسم هذا هو على الاقل خصنا نوصلوا النهائي ان شاء الله، وديك الساعه نشوفوا واش غادي. والحمد لله انا جاهز، وكيبقى الاختيارات ديال المدرب هو اللي غادي يختار التشكيله ان شاء الله اللي غتدخل وتقدم مقابله في مستوى ان شاء الله. والحمد لله اللاعبين كلهم عندهم واحد الموتيفاسيون اللي كبيره. الحمد لله اهم حاجه هما اللاعبين اللي كانوا مصابين تقريبا بداو كيرجعوا، بقى صلاح الدين السعيدي ان شاء الله اللي قرب حتى هو، وتكملنا المجموعه ديالنا لان القوه ديال الوداد هي في المجموعه ديالها. ولا رجعت المجموعه ديالنا ان شاء الله غادي نقولوا الكلمه ديالنا. حنا غنساو المقابله ديال المغرب، التركيز ديالنا هو اننا نقلبوا اننا نسجلوا في المقابله ديال غدا ان شاء الله، باش نبعثوا الاوراق ديال الفريق التونسي ونعززوا الحظوظ ديالنا ان شاء الله، باش ندوزوا للدور الموالي ان شاء الله بحول الله.